السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الفيديو الجديد ديال اليوم اللي غادي نكملوا فيه مع بعضياتنا طريقة عمل الجوزة المغلفة بالراندا. ففي الجزء السابق كنا حبسنا عند هذا الحد هذا اللي خدمنا فيه ربعة ديال الفراغات، مازال غادي نزيد الفراغ الخامس ونشوفوا كيفاش غادي نبداو جوزة جديدة. المهم اول حاجه درتها وهي الغرزه الاولى والثانيه، والان غادي نخدم الغرزه الثالثه ونمشي اللي حداها الغرزه الرابعه ثم الغرزه الخامسه واللي حداها بطبيعه الحال الغرزه السادسه، والان نخدم فوق من هاد الفراغ هذا الغرزة السابعة والغرزة الثامنة. والآن من بعد ما خدمت 8 ديال الغرازي غادي نتجاوز هاد التغليفة هذه وغادي نمشي الغرزة اللي حداها ونخدم هذا هو الفراغ الخامس. والآن غادي نعاودو الحساب واحد ونمشي اللي حداها اثنان، لاحظوا معايا مزيان درنا خمسة ديال الفراغات ودابا غادي نكملوا الخدمة عادي جدا. الغرزة الثالثة والرابعة ثم اللي حداها الغرزة الخامسة ثم السادسة والسابعة ثم الغرزة الثامنة. نحاول نجر الخيط دائما كيف ما قلت لكم نفس العدد اللي كيكون الفوق هو اللي كيكون لتحت. عندي 8 ديال الغرازي الفوق يعني 8 ديال الغرازي لتحت، وفي الوسط عندي هاد الفراغ هذا اللي هو الفراغ الخامس. ودابا غادي نعاود نرجع نعمر كل شيء، يعني هاد الصف هذا غادي يكون كامل غير تعمار. فهذه الغرزه الاولى والثانيه، ودابا نمشي اللي حداها الثالثه والرابعه الخامسه السادسه السابعه والثامنة. ودابا نعمروا هاد الفراغ هذا بجوج ديال الغرزات، لاحظوا معايا مزيان الغرزة التاسعة وفي نفس الفراغ نديروا الغرزة العاشرة. ودابا نكمل على هادوك الثمانية اللي عندي الفوق، لاحظوا معايا مزيان الغرزة رقم 11 ثم الغرزة رقم 12 ونمشي عادي جدا 13 14 15 16 17 ثم 18 اللي هي آخر غرزة. ودابا نخدم على التوب عادي جدا ونرجع نعمر. كيف ما كتلاحظوا معايا هذا الدور كامل كان كله غير غرز، يعني ما في حتى شي خدمة جديدة، ما في حتى شي حاجة، ولكن دابا نكملوا واحد اثنان ثلاثة أربعة ونمشي خمسة ستة سبعة، لاحظوا معايا مزيان. ودابا غادي نرجع ونخدم هاد الغرزة الثامنة. دابا درت 8 ونرجع نمشي عادي جدا، غنخدم فوق من هاد الفراغ هذا، هاد الغرزة اللي كنا درناها فوق من الفراغ
فالتاسعة والعاشرة. هذا الدور هذا بحاله بحال الدور اللي قبل منه، كامل فيه كله غير تعمار، يعني كامل كتبقى غير كتعمري في الغرازي. المهم هذه رقم 11 وهذه 12، ونجر الخيط نديره الفوق، هذه 13 14 15 16 ثم 17 و 18 اللي هي آخر غرزة. نفس العدد اللي درناه في الدور اللي قبل من هذا عاودنا درناه في هذا الدور هذا. لاحظوا معايا دابا عندي هنا 5 ديال الفراغات، هذا هو الفراغ الخامس، ودابا غادي نمشي ونعاود نخدم في التوب، فغادي نعاودو. المهم انا هنا بدلت الخيط لان هذاك الخيط كان صافي قصير، فكتلاحظوا معايا درت الغرزه الاولى وغادي نمشي اللي من موراها وندير الثانيه ثم الغرزه الثالثه، نجر هذا الخيط، والغرزه الرابعه ثم الخامسة السادسة والسابعة ثم نزيد وحدة اللي هي الثامنة. هنا ركزوا معايا مزيان، من بعد ما خدمت 8 ديال الغرازي هاد الجوج هادو اللي فوق من هاد الفراغ غادي نعوضوهم بجوج ديال الغرزات مغلفين. هنا كنغلفوا عادي جدا، فالتغليفه الاولى والتغليفه الثانيه. ودابا هنا عندكم هنا تغلطوا، الا تذكرتوا معايا درنا 8 ديال الغرازي لتحت، يعني خاصها تعطيني 8 ديال الغرازي الفوق، ممنوع تعطيك اكثر وممنوع تعطيك اقل. فلاحظوا معايا هذه الغرزه الاولى، ودابا غادي نمشي هذه الغرزه الثانيه وهذه الثالثة، ونكمل الغرزة الرابعة والخامسة ثم الغرزة السادسة والسابعة ثم الغرزة الثامنة. كيف ما قلت لكم في هذا الدور هذا ممكن البعض منكم انه غلط، فهذاك الشيء علاش الحساب هو اللي ما تيخليناش نغلطوا. نفس العدد اللي الفوق كيكون لتحت، عندي 8 ديال الغرازي الفوق يعني خاص يكونوا 8 لتحت، وفي الوسط هذوك جوج ديال التغليفه، هذوك جوج غرزات اللي تنغلفوا بهم. فهنا عادي جدا نعاود نرجع نهبط، ودابا غادي نبدا الجوزه جديده. ودابا غادي نخدم الغرزه الاولى ونمشي اللي حداها وندير الغرزه الثانيه، ودابا نخدم الغرزه الثالثه، نحيدها من هاد الفنيته هادي، الثالثه ونكمل عادي جدا الغرزه الرابعه ثم المواليه اللي هي الغرزه الخامسه. لاحظوا معايا 5 ديال الغرازي، ونزيد نكمل السادسه السابعة ثم الثامنة. دائما هاد العدد ديال 8 كيتكرر بزاف ديال المرات. مهم على حسب، انا هنا عندي 5 ديال الفراغات فاعطاتني هاد العدد 8، اللي عندها 7 6 الفراغات غتعطيها بطبيعة الحال اكثر من هاد العدد. المهم كيف ما كتلاحظوا معايا الصورة من بعيد، ودابا رجعت قربتها باش نقدروا نكملوا. هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، والآن غادي نتجاوز هاد التغليفة هادي وغنمشي مباشرة لهاد العين هادي. لاحظوا معايا مزيان، فدابا تكون عندي فراغ وغادي نبداو الحساب. واحد
2 ضروري هنا خاص تعطيني 8 بحال الفوق هنا 3 ودابا الغرزة الرابعة والخامسة ثم السادسة والسابعة والغرزة الثامنة اللي هي الأخيرة. ودابا غادي نضربو ضربة في الثوب. لاحظوا معايا 1 2 3 4 5 6 7 8 ودابا نضرب واحد ضربة في الثوب ونرجعو نطلعو باش نقدروا نزيدو نكبروا الخدمة أكثر وتوضح لنا الخدمة أكثر. المهم أنا غنزيد معكم غير هاد الدور هذا ونتلاقاو إن شاء الله في الجزء المقبل باش نكملو الخدمة ديالنا. هنا درت جوج ديال الغرزات وغادي نزيد نطلع الثالثة الرابعة الخامسة والسادسة ودابا نمشي نكمل الغرزة السابعة والثامنة ونرجعو نعمرو هذاك الفراغ اللي في الوسط. الغرزة التاسعة والعاشرة. كما قلت لكم دابا حنا بدينا جوزة جديدة فهذه الطريقة ديال البداية اللي كنبداو بها الجوزة الجديدة. من بعد ما درت 10 ديال الغرازي غنكمل الغرزة 11 و 12 ونزيد نستمر الغرزة 13 14 15 16 17 ودابا الغرزة 17 والغرزة الأخيرة اللي هي 17 عفوا. المهم نتوما غتكملوا الخدمه ديالكم عادي جدا. شكرا على المتابعه وان شاء الله نكمل معكم في الجزء المقبل بحول الله وقوته. بسلامه عليكم وتهلاو في راسكم.